السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم. كيراكم دايرين؟ صافا شويه غايه. نتمنى ان شاء الله تكونوا دايما بخير وعلى خير. مرحبا بكم خوتي معنا، نشكركم على التواصل تاعكم وعلى الدعم تاعكم، نقول لكم بارك الله فيكم. كما وعدناكم قلنا لكم بزاف ناس راهم تحصلوا على فيزا اسبانيا. هاو جا هذا الاخ تاني باش يشرح لنا الوضعيه وكيفاش دار باش تحصل على فيزا اسبانيا. خوتي قبل ما نبداو في الشرح والاسئله تاعنا، ماذا بينا اللي ما راهش مشترك في القناه تشترك خويا في القناه باش يوصلك الجديد، اللي راه مشترك دير جيم باش يزيد يوصل هذا الفيديو لناس واحد اخرين. هاي الفيزا تاع الاخ هذا كما راكم تشوفوا فيها، هاي نهدوا لكم، تبدا لو 16/6/2023 وتكمل 37/2023. عطاوه 30 يوم دو فوا، عطاوه ما عطاوهش ملتي مي عطاوه دو فوا. ها ريال باش تعرفوا كيفاش تقراوها، دو فوا يعني يدخل ويخرج بها كيما يبغي. وعطاوها له هنا ماشي ناسيونال، عطاوه شينغن. ها ريال الفوق راكم تشوفوا فيها اخوتي، هذه هي المعلومات اللي تحقوهم من الفيزا كي يعطوها لكم. نبداو خاوتي على بركه الله، نشوفوا الاسئله اللي طرحناهم عليه وكيفاش كانت الاجابه تاعه. بارك الله فيك خويا، ونقول لك مبروك عليك على الفيزا اللي تحصلت عليها. وماذا بينا تعطينا خويا شويه معلومات. انت خويا راك دفعت على العاصمه وتحصلت على فيزا على العاصمه. المشكل الكبير كاع راه في المواعيد خويا، وخاصه على العاصمه خويا. الناس كاع راه تشكي، راه يقول لك مواعيد بصفه باسعار جنونيه منا. احكي لنا شويه على المواعيد كي راهم دايرين صاحبي عندكم. السلام عليكم خويا، شوف الرونديفو في الجي، انا من البويره، انا حكيت عند واحد لاجونس في زيرالدا في الجي. تما عندي واحد صاحبي راح لسبون تحصل على فيزا وعاودوا له حوس على رونوفلومون، شافوا لي. شوفوا خاوتي تقريبا المواعيد كاع الناس اللي نسقسوا على المواعيد يقول لك كيما هكا، اما واحد صاحبي جاب لي ولا واحد شاف لي ولا رسلوني عند واحد ولا منا ولا منا. لا غالب خاوتي المواعيد راهم كيما هكا، واحد يرسل واحد واحد يرسل واحد، وهي هذه الطريقه الامثل. يعني اللي راح حاصل ما صابش موعد، شوف الناس هذه اللي راهي تدفع ماك خاسر والو، واش قال بيا لاش. شوف الناس اللي راهي تدفع، قال خويا انت كيفاش جبت رونديفو، رسلني ولا نصحني ولا شوف كيفاش دير. هذه هي، باسكو ما نجيش انا هنا نقول لك روح عند فلان ولا روح عند فلان ولا روح عند فلان، باسكو المواعيد مورمامو غراتوي وكاع الناس تحصل عليهم. وراك كاينه اجراءات جدد وراهم قريب ان شاء الله خاوتي، رانا نتبعوا في الوضعيه ان شاء الله بربي، غير يكون كاين جديد على المواعيد رانا نجيبوكم خاوتي. نكملوا خاوتي مع المواعيد. ولكن عندك فيزا مقفل ولا هذا اول؟ سمحوا لي هذه كيما قلت خويا، المواعيد راه مشكله على الجي ولا على وهران، خاصه على وهران لازم تكون واحد الثقه، لازم يكون واحد متفاهمين فيها بزاف صوالح يدخلوا في الموضوع باش تتلاقى رونديفو. ندخلوا خويا دروك للموضوع في الملف تاعك انت، هل عندك ملف تاع موظف ولا ملف تاجر ولا واش من نوع الملف اللي درته ونوع الفيزا تحصلت عليها وشحال فيها؟ ولكن عندك فيزا مقبل ولا هذا اول طلب؟ ويعني اذا كان عندك رفض مقبل ثاني يزيد قلنا عليه. شوف خويا انا سالاري، شوف خويا عفوا خاوتي عفوا خويا انا سالاري، شوف خويا انا سالاري نخدم في مونتربريز بريفي تراو بيبليك، لاسيونس تاعي تسمى في توتاليتي عندي 4 سنين، 2 سنين كنت مسوري وحبست، ومن بعد عاود سوروني تسمى لابري تاع كورونا حبس لاسيونس واحد 6 مو هكذا، عاود تقلعت لك مشتي. نقطة مهمة، زيد اشرح لنا خويا، انت كان عندك ديجا 4 سنين خدمة معاهم، حبست شو تيليو تاع كورونا عاود تقلعت ولا حبسوا لك غير لاسيرونس وعاود تقلعت لك مشتي؟ الدوسي تاعي واش دفعت، حطيت اتيستاسيون دو ترافاي معها لافيليياسيون، وحطيت سيرتيفيكا ترافاي تسمى لابيريود اللي كنت خدام فيها وحبس لاسيرونس، وحطيت معها رولفي دو كارير اللي صح كنت مسوري، حطيت اتيستاسيون بايمون اسباس، حطيت لي فيش دو باي فيهم 8 ملايين، حطيت اتيستاسيون دو كونجي فيها 30 جور، وحطيت اتيستاسيون سولد باسكو نخرج اون اسبيس، ما حطيت سولد فيها 39 مليون، وحطيت اتيستاسيون دو لوتري اورو فيها 2345، جامي حطيت فيزا. بروميير فوا لي ندفع، جامي حطيت فيزا وجامي ديت روفي، سي لا بروميير فوا. ودفعت لو 10 لو 10 افريل، ريبوندو لي اليوم جابوا لي الفيزا لو 5 مي،
عطاوني فيها موان في 45 جور تبدا من 16 جوان. انا باسكو ريزرفاسيون تاعي كي ديبوزيت ديبوزيت 10 افري ريزرفاسيون دوتيل تاعي مع تيلاكس حطيتهم لو 16 جانفي الالي والروتور 23 جوان. لا لا سيونس تاعي بدات في 2018 وحبسوها لي في ديسمبر 2020 من بعد عاودوا قلبوا لي لا سيونس في مارس 2021 اسوجور. من بعد حطيت سيرتيفيكا طرافاي في لا بيريود هذيك اللي خدمت وحبست وحطيت معاها رولفي كارير خرجتو من الكلاس وحطيت لافلياسيون تاعي اللي راني خدام دوكا. بالنسبه لك تدخل اسبيس دات الورقه تاع لي تخلص اسبيس زدت تعاود درت استاسيون دو سول تاع الدينار هكذا خويا باش الناس تفهم. خويا غير باش الناس تفهم انت في بيريو تاع كورونا خدمت ولا ما خدمتش؟ الا كنت حابس في هذاك بيريو ومن بعد موراها خدمت في شركه واحده اخرى وجبت يعني تاع الشركه الاولى مع تاع الشركه الزوجه هكا. لا لا شركه وحده ما بدلت شركه برك كونتر بيس ترافو بيبلي تسمى لي بروجي في لابري تاع كورونا حبسوا اي حبسوا لي لاسيرونس من ديسمبر 2020 حتى لمارس 2021 تسمى كي عاودوا تربرونا شويه الحاله عاودوا رونوفلاو لي لاسيرونس تاعي. وبور الكونت انا باسكو ما عنديش موفمون في الكونت تاعي حطيت اتيستاسيون بصول دينار فيها 39 مليون وخرجت اتيستاسيون دو لوتري فيها 2345 والريزرفاسيون تاعي فيها من 16 جوان حتى 23 جوان. حبسوا لك فقط لاسيرونس هذا ما كان خويا هكا باش الناس تفهم. انك درت 2348 شحال كان عندك في شحال كانت لابي تاعك الخلصه تاعك شحال كانت؟ لابي تاعي تما كي نخدم 22 جور تاعي عندي 8 ملايين من بعد انايا كانت عندي في جونفي فيها 7 ملايين وشي حاجه وفي فيفري فيها 6 ملايين و900 وفي في مارس عندي 8 ملايين تما خدمت شهر كومبلي يعني مليحه هذيك هي كان عندك يعني الخلصه تاع فوق 5 ملايين فوق 5 ملايين كنا دائما نقولوا فوق 5 ملايين دير فوق 2000 اورو يعني هذيك هي ميشيل. شوف خويا الدروب بالنسبه للراي تاعك انت كيفاش تشوف فيزا اسبانيا على العاصمه بزاف ناس يقول لك لا وحنا على العاصمه ما يعطوناش على وهران يعطوكم وكيفاش شفت انت الناس تما اللي ردوا لهم هكا كيفاش كانت الاجراءات كيفاش اسكو كان فيها تسهيلات كان فيها زيد اعطينا شويه لي ديتاي خويا. شوف خويا رحت البي ال اس انا رونديفو بريميوم ديبوزيت موصلني لي بريمي ميساج موصلني دوزيام ميساج حتى اليوم عيطوا لي تاع لي ام اس جاليا قال لي خويا الباسبور تاعك هاك تفضل. ما انا خويا مراد موصلني لا بريمي ميساج لا دوزيام موصلني حتى ميساج نسوي في الدوسي تاعي في السيت تما كان في التراتمون بعد البارح فيريفي على 10 تاع الليل شفت باللي خرج من الكونشي اليوم على 10 تاع الصباح كنت راقد عيط لي تاع لي الناس في التليفون قال لي خويا الباسبور تاعك رانا في حومتك. صح هذه نقطة مهمة بزاف ناس يقول لك ما وصلنيش الميساج الأول كنت وضحت وقلت شحال من خطرة عادي يعني كي ما يوصلكش الميساج الأول عادي ما تقلقوا ما والو الأخ ولا ما وصل على الميساج لا الأول لا الزوج وتحصل على الفيزا ومن باسكو علاش بعض الناس يقول لك أنا ما وصلنيش الميساج الأول الدوسي تاعي بالك ما راحش وغي تما ولا هذا الدليل قدامكم خاوتي بلي ما يوصلكش الميساج الدوسي تاعك يروح للكونسي. عندي صاحبي اونسينيون في سي اف بي ا تما استاذ سي اف بي ا حط معايا ثاني مازال ما ريبونداولوش. قول لي خويا شحال قعدوا لك من يوم نيسان باش ردوا لك باسكو يقول لك على العاصمه يطول ماشي كيما على وهران تعطينا شحال من يوم اكثر. مازال ما ريبونداولوش ثاني فيريفينا مقبل السيت ديال اس مازالو في دفعت 10 افريل واليوم ريبونديو لي اليوم جابوا لي الباسبور تما 10 افريل 5 ماي بالك واحد 26 يوم هكذا 26 جور مازالو في تراتمون. صاحبي ثاني حط لو 10 افريل ومازال ما ريبونديولوش وفيريفي في السيت ديالاش مازالو في تراتمون. وا دي فوا ما يديروش بلي دات كاين اللي يطولوا كاين اللي انت كيما قلت ديت كاين اللي مور ديت يردوا لهم هو ما يردولهاش هما دائما اللي دات كيما هكا ما عندهمش دات وحده ديريكت. المهم بارك الله فيك خويا يعطيك الصحه تقريبا راك عطيتنا كاع المعلومات اللي ممكن يستفادوا منهم الناس نقول لك بارك الله فيك خويا وربي يحفظك الله يسهل لك فيما تبقى ان شاء الله.
يخليك خويا، وكاين سؤال هكذا استفسار من الدوسي تاعي، لا راني هنا ما كاين حتى مشكل. الوقت وقعت، اذا ممكن اخي وكان عندك الوقت على الفيديو في المساء ان شاء الله نديرها في القناه تاعي. اذا كان عندك تو وقت وقعت دخلت شفت الفيديو شفت التساؤلات تاع الناس، ممكن بزاف ناس راح يطرحوا عليك اسئله، انت اذا ممكن تجاوبهم جاوبهم. ما كاين حتى مشكل خويا. خوتي سمحونا طولنا عليكم شويه في هذا الفيديو، ان شاء الله بربي تستفادوا بكل المعلومات اللي عطاهم لنا الاخ هذا. كما قال لكم خونا اي استفسار ولا طرحوا عليه في لي كومونتير في الفيديو. نقول لكم خوتي بارك الله فيكم، سلام عليكم.